صرابة سمحتي قلبي ما زال كيلطرش شنوي حربي سيلوشي ماشي من ما تبكرش سيب لي فورتي نغير عليك يا مولود يا عشقك ضباش ماشي غرضيك نغير عليك يا مولود يا عشقك ضباش فولا بدتها هي جيت عطبت زمور قلت إذا كان جور عود واللي نشوفه الحمد لله دوكا شافني قال لي جنو تاعك مليح نحي لي الخياطة قال لي دوكا على واحد بنتي شو راه غادي يشوفني ان شاء الله تروزيام جور ملي اوبيريت دبت في ريديكاسيون دوكا عندي واحد قريب كان جور هكذاك دبت في ريديكاسيون نسواني صباح شي باش نوريك نولي اقرب وقت ان شاء الله ان شاء الله ربي يحفظكم وانتم ثاني كنتمنى لكم ان شاء الله الصحه تزيد تطور وفي خير ان شاء الله ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم دكتور احمد زموري ماذا بك توضح لنا لوكا تاع اسامه شيتا لا جوا شيتا ولا باس عليه اليوم حينا له لي فيل تاعو راهو يتبع في لا ريدوكاسيون تاعو في سيدي موسى مع الدكتور يقدح كلشي راهو على احسن ما يرام الحمد لله الحمد لله وهل العمليه ناجحه في هذه الساعه راهي ناجحه راهي ناجحه 100% في هذه الساعه حنا ماذا بينا نشوفوه على 6 شهور ونص بالبالون في الصطاد ويدردق شويه في الهضره تاعو ان شاء الله شيخ بارك الله فيك دكتور الله يسلمك